يعني بالنسبه للقرض الاول بتاع 2013 القسط الاخير ما تمش صرفه، بالنسبه للقرض الثاني بتاع 2016 تقريب نصف القرض تم الغائه، يعني 1.2 مليار دولار من اصل 2.9 لم تصرف وتم الغائها تماما على تونس. خسرناها لان قدمنا ببرنامج اسلاح وتصريحات وتعهدنا بها ولكن لم نلتزم، والدولة المحترمة هي التي تحترم التزاماتها. وهناك أحاديث جانبية من هنا وهناك اللي يحكيوا أنه اليوم رأوا عن كما الحديث تاع العادة وفما مشكل في خلاص الأجور آخر الشهر، ورغم أنه تونس كانت خذت القرض من البنك الأفريقي للتصدير والتوريد. أي وحلاش خذينا القرض هذاك بالذات؟ المؤسسة هذيك الأفريقي إكزيم بانك هي مؤسسة دورها تمويل عمليات التجارة الخارجية، عملية تصدير أو توريد، وطريقة شغلها متاعها أنها تمول بالعملية بالعملية، عندك عملية تصدير أو توريد. احنا خذينا قرض لتغطية نفقات ميزانية الدولة واخذناه بشروط عالية، واخذناه لتسديد مستحق متاع قرض متاع قطر 250 مليون دولار والباقي لخلاص الأجور. وقت تشوف رصيد الدولة لدى البنك المركزي اليوم هو 1.4 مليار دينار وشهرية أفريل هي 1.7 مليار دينار. السؤال كيفاش نقترض على 7 سنوات، نقترض على 7 سنوات بشروط عالية ومكلفة باش نخلص بها الأجور؟ كيفاش صندوق النقد الدولي لما يشوف يعني هذا طريقة التصرف في المالية العمومية بهذا الشكل كيفاش تحبوا يوصل معنا إلى اتفاق ويعطينا تمويلات؟ أنت قلت هذا حل من الحلول صندوق النقد الدولي، ولكن راهو ناخذوا اتفاق مع الصندوق ولا ما ناخذوش راهو الحل عنا نحن. عنا نحن. بمعنى؟ إعادة النظر في نمط إنفاق الدولة، فما نفقات تاع الدولة. مثلا. يعني اليوم أصبحت غير مستدامة، ما نجوش نواصلوا بهذا الشكل، مش ممكن نواصلوا بهذا الشكل، الدولة تنفق إنفاق كبير ياسر، واسع ياسر، دون أي جدوى اقتصادية. على فكرة ميزانية الدولة في 2010 كانت تمثل 28% من الناتج الداخلي الإجمالي من كل الثروات اللي نخلقها في تونس مع بعضنا. الآن أصبحت تمثل 50%. الدولة تلتهم 50% من الثروات اللي تنتجها تونس في سنة كاملة وما فيهاش يعني جزء يمشي للاستثمار العمومي لخلق الثروة ولي يعني الأعداد البيئة الاستثمارية اللازمة باش القطاع الخاص ينجم يستثمر وباش نجم أيضا نستقبل استثمارات أجنبية مباشرة. ويظهر لي مازال ما وصلش القرض، ما يدخلش غير ما مازال ما دخلش خزينة الدولة التونسية. أنا 700 مليون دولار الأفريقي لا دخل فعلا واستعملناه وكليناه. صحيح. نعم. وفما قروض أخرى مازلنا أو قرض 6 أفريل 400 مليون دولار امريكي. لا هذيك زاد استعملناها نتاع البنك الدولي هذاك. كلهم مشيو. كل مشاو 400 مليون دولار نتاع البنك الدولي استعملناها. وكلها مشيت في الديون. يعني هي مشيت جزء باش يغطي ديون، جزء باش يغطي النفقات العامة نتاع الدولة. تو انت مثلا ذكرت القرض نتاع البنك الدولي، قرض على 17 سنة. معقول قرض على 17 سنة تستعمل باش تغطي نفقات عامة؟ كان فما حلول أخرى بالنجم ناخذها؟ طبعا كان فما حلول عديدة جدا، يعني من 6 و7 سنوات احنا نقولوا راهو كان باش نواصلوا في هذا النمط في هذا التمشي رانا باش نمشيو لنادي باريس، 6 و7 سنوات تلتالي وما صلحنا حتى شيء، وحتى شيء ما يتصلح وحده، راه ما فما حتى شيء يتصلح وحده. وين شفنا الإصلاح؟ وين شفنا التفكير حتى في استراتيجية إصلاح؟ ما فماش.